منين كلامنا ولسه ضيفنا النهارده كابتن احمد ناجي. كابتن ناجي عشان وقتنا بقى بيجري فخليني اسالك اسئله سريعه باجابات سريعه جدا، هل ظلمت عواد مع المنتخب؟ لا خالص. ليه قلت كده مره؟ لانه لازم ارفع معنوياته ولازم يحس ان هو يعني موجود ومهتمين بيه، ويعني ممكن اجي على نفسي بس ما اجيش عليه. زعلت منه لما قال ان حضرتك كنت وسيط ما بينه وما بين الاهلي وبعدين الدنيا؟ زعلت طبعا. زعلت منه؟ وجهت له الزعل يعني او اللوم؟ لا خالص. انا بقول لك العيال كلهم كبروا وبقى لهم راي وبقى لهم تويتر وفيسبوك وانستجرام وحاجات وعربيات. ما اتكلمش مع حضرتك طيب انه يعني؟ لأنه هو طبعا عارف ان انا زعلان. اكيد زعلان. طيب رايك في ترشيح عصام الحضري لمدرب حراس المرمى في المنتخب، هل طبيعي ولا من الضر للنار بتبقى برضو حرقه؟ خلينا نقولها بالبلدي كده. يعني انا كنت اتمنى ان عصام في خلال اخر 5 سنين بيلعبهم لو كان هو مفكر يعني انه يبقى مدرب كان جهز نفسه بدورات بكده، لكن في العالم حصل النقله دي على طول. في اوروبا حصل تبطل وتبقى مدرب ما فيش مشكله. هل بتبقى نسبه نجاحها يعني كبيره؟ يعني ديفرنت كالتشر يعني ثقافات مختلفه. يعني لكن اوكي يعني لو هو طبعا ادى لمصر كتير وادى لكل الاماكن اللي لعب فيها ممكن يتجهز يعني يتجهز. بالنسبه لك ممكن تشتغل مع اي مدرب مصري؟ طبعا اي مدرب مصري يعني ما هم كلهم اصدقاء وكلهم يعني كلنا مع يعني عارفين بعض وعارفين تاريخ بعض وعارفين. طبعا ممكن اشتغل مع اي مدرب مصري، انا مش هبطل شغل يعني، انا اتمنيت ان انا اموت في الملعب يعني. ربنا يديك الصحه طول عمر كابتن ناجي. وخليني اسالك برضو اسئله ممكن تبقى وجوديه او يعني افتراضيه بعض الشيء، لكن ما عندكش مشكله انك تشتغل في الزمالك؟ لا عندي مشكله. صعب جدا. طب عندك مشكله انك تشتغل في اي نادي ثاني في مصر؟ لا ما عنديش. لكن الزمالك تحديدا صعب عشان الانتماء؟ صعب. لأسباب واضحه يعني نادي الزمالك فيه ولاده كتار طبعا مش عايزة كلام، بس شفنا يعني ناس مدربين كويسين جدا. تاني الحته النفسيه يعني يعني ما اقدرش اعملها لانه انا جيت النادي الاهلي عندي 17 سنه. فاهلاوي قلبا وقالبا؟ اهلاوي طبعا، دي مش عايزة كلام يعني. اهلاوي طبعا اهلاوي، لكن حته ان انا كمان يعني يعني المكان انا اتربيت فيه وعشت فيه وليه فضل كبير عليا، ورحت منتخبات ورحت مسافرت بره وعملت فلوس لعيالي وكل حاجه من يعني كان سببها النادي الاهلي. مع احترامي الشديد طبعا نادي الزمالك نادي كبير جدا ودلوقتي في حاجات حلوه جدا بتتعمل، لكن طبعا ولادي الزمالك اولى. لو كنت مدرب لحراس المرمى في الزمالك وعندك عواد وابو جبل وجنش هتبقى في حيره؟ لا حلوه بالعكس. ولا حيره وحشه؟ لا حيره حلوه طبعا. انت لو المدرب عنده ناس كويسه يزعل ولا يفرح؟ بس لو عندك ثلاثه تقال وانت في ثلاثه تقال في النادي مش في كل المنتخب. واحد بيبقى عارف الاستراتيجيه اللي المدرب شغال بيها ومن خلال كده بيبقى في اقتناع يعني. انا طول عمري في المنتخب مثلا عندي 3 تقال و4 تقال بس المنتخب عادي ما حد يبقى تاني وتالت وبيبقى في ضغط اعلامي فظيع جدا وضغط جماهيري فظيع جدا بس القرار بيبقى واضح يعني. هو دايما حارس المنتخب الاول يا اهلي يا زمالك؟ لا مش دايما بس في خلال السنين اللي فاتت كلها. ايوه لكن ما في التاريخ ناس كتير، في حسن علي وفي حسن مختار وفي عرابي وفي بس دول فلتات وكان زمان. مش لكن فلتات دلوقتي لا يعني بس هو اللي بيميز الحراس بتاعت الاهلي والزمالك الضغط ان هم بيلعبوا المحكات اللي بتساعدهم على ان هم يكونوا متواجدين. افريقيا وبطوله نهائي كاس عالم وروح كاس عالم للانديه ولكن لو في حد افضل من تصدقني مفيش مدرب بيقول يا رب تعيسني يعني انا لاعب اللي اوحش ليه؟ هو لاعب اللي مش من حقه يلعب ليه؟ عمرك يعني انا هل انا لما ما احطش احسن حاجه واخرج وما بقاش عندي راتب وما بقاش عندي طبعا مكانه يعني فاهم ممكن تيجي عليك انت يعني على حسابك انت؟ ما ينفعش مفيش مدرب المدرب ممكن يغلط لكن ممكن مش ممكن يتعمد انه يغلط انه يعادي حد او يخلي حد في دماغه او كلام ده. عمرك دربت حارس ما انتش حابه على المستوى الشخصي او مختلف معاه تماما شخصيه صعبه بس هو انت مضطر تدربه؟ لا مش مضطر ادربه يعني، لا انا بدربه ده شغلنا. لكن هو شخصيه مضطر. كويسه او شخصيه مش كويسه دي بتاعته هو، بس لكن انا اخد منه احسن حاجه واشتغل وبس رسمي. ايوه طبعا. لكن رسمي. انا على فكره على مدار حياتي كلها كان في الفه كبيره جدا بيني وبين كل الناس اللي انا مرنتهم.
وان كان بعد كده بيظهر انه يعني الفتره دي ما كانتش صافيه زي ما انت كنت واخد بالك. اما بالنسبه لي انا فكنت انا صافي 100%. فاهم. طيب بالنسبه لنا الاهلي والزمالك مدربين الحراس بيبقوا عاده مصريين، لكن ريني فايلر اختار انه يجيب مدرب حراس مرمى اجنبي. بالنسبه لك مدرب حراس مرمى اجنبي مع حراس مصريين منطقي ولا بيبقى في فرق في التعامل او في الثقافه زي ما حضرتك قلت؟ ما احنا اشتغلنا حراس مرمى اجانب بره، ما فيهاش حاجه يعني انا رحت ايران كنت بشتغل مع حارس برازيلي، يعني الخلطه هي الشغل هو اللي بيستمر، ونتيجه الشغل هي اللي بتدي الثقه بقى في المدرب او تسحبها منه، زي ما حصل في النادي الاهلي قبل كده، في مدربين جم ومشوا ورجعوا ومشوا كده يعني. احسن حارس مرمى في مصر مين؟ محمد؟ طبعا دلوقتي حاليا محمد الشناوي يعني، والاختبارات اللي خدها اثبت ان هو فعلا. لكن خلي بالك مفيش احسن ومفيش افضل ومفيش اقل، هي وجهات نظر صح؟ لا مش وجهات نظر، لكن في دايما انا دايما اقول ان الفتره دي محمد الشناوي هو اللي بيلعب، هو الاساسي وهو اللي منور، هو اللي مروح. لكن ممكن بكره يبقى واحد تاني، ما تعرفش. فاهم. وممكن بعد بكره يبقى واحد تالت، يعني كل واحد بياخد ايامه صح. طيب الشاطر بقى اللي خد المكانه دي يحافظ عليها بايده واسنانه ولاد الحراس بالنسبه لك بيبقى عايش في ضغط، ابن اكرام الكبير، ابن طارق سليمان، ابن ناصر الشناوي، ابن عادل عبد المنعم، كل واحد منهم بيعيش في ضغط انه ابن فلان، فانا بتجامل والاعلام بيقطعني والبرامج بتتكلم عليا، انا احمد ناجي بتعامل ازاي معاه؟ لا يعني بص هقول لك حاجه، الله يرحمه عادل كان يجي تمرين واحمد لسه 15 و16 وهو كان مدرب، وكان ساعات يتكلم معايا واحمد فاقول له اصبر سنه وكان مستعجل يعني. اكرامي ما كانش بالنسبه لاحمد وشريف ما كانش متداخل يعني، سايبهم يعني. لكن الولاد الصغيرين في مصطفى شوبير وفي احمد طارق طبعا، الاثنين حراس موهوبين جدا يعني، بس مظلومين بسبب ان هم ولاد مش مظلومين، احمد شوبير لسه في صغيرين. الاعلام انا بتكلم على الاعلام ده. لا الاعلام ما هو انت لو حطيت دماغك في الاعلام دي خلاص انتهيت. ما الاعلام كان قطعنا ومكسرنا ومبهدلنا، والحمد لله ربنا حفظنا والناس شافت نتيجه الشغل. ما فيش اعلام. بالنسبه للي انت عايز تركز في شغلك، خلي بالك انا بقرا كل حاجه وبشوف كل حاجه، لكن ما بهتزش من حاجه وما بتاثرش من حاجه. لان انا عندي انا ما فيش حد افهم مني، بقالي 30 سنه بشتغل وبجتهد يعني، انا ما اعرفش ابقى اقعد مكانك واقعد احاور مع ان عملتها يعني. لا عادي تعملها، انت راجل فنان قد الدنيا كده يعني، اقصد كده يعني ان كل واحد في اختصاصه اهل مكه ادرى بشعبها يعني. فالناس بتقول اراء، وتلاقي ان واحد متطرف 180 درجه عن الثاني يعني، فاذا هنا يبقى لا ده صح ولا ده صح. بتشوف نفسك فين في مدربين حراس المرمى في مصر؟ هل رقم واحد ولا ما بتحبش تشوف نفسك مش اصلا؟ مش يعني بحب اشوف نتيجه عملي. نتيجه عملي هي اللي بتحطني رقم كام. كابتن ناجي، هل في عروض اليومين دول ولا بالنسبه لك مستني تشوف الموسم الجديد هيبتدي ازاي ويحصل فيه ايه؟ والله بص هقول لك حاجه يعني، وهل في نيه انك ممكن تخرج بره مصر لو ما فيش حاجه مناسبه جوه يعني مصر؟ انا موضوع الرزق ده وموضوع الشغل ده انا عمري ما بفكر فيه، لان خلال ال 30 سنه دي بالنسبه لي قدريه جدا. انا حكيت لك انا اشتغلت في النادي الاهلي ازاي. يعني انا اتاخرت 5 دقائق والكابتن صالح اتاخر دقيقتين ما دخلتش، كنا ما اتقابلناش. انت فاهم؟ فهي المساله بالنسبه لي مساله انا فين مش مهم، لكن انا بعمل ايه هو ده المهم. ممكن تبقى في مصر، ممكن تبقى بره مصر، ممكن ما يجيليش شغل سنه، لان الناس احنا اقلنا من جهاز المنتخب وكل الناس مستفه امورها بره وجوه، والدوري ابتدى وهنا الدوري الناس مش شغاله فترات يعني، بس يحصل اقاله يحصل استقاله. انا ما يعني انا موضوع الرزق والعمل ده ما بتركزش، ماليش حسابات فيه. المهم ان انا افضل مثلا دلوقتي محافظ على لياقتي، تمريني، يعني منتظر ان لما يكون في حاجه اكون ان انا لائق ان انا اشتغلها.